وخلاصة دين الصوفية بجميع طرقهم اليوم في جميع العالم، سواء كانوا تيجانية أو سمانية أو قادرية أو نقشبندية إلى غيرها من الطرق الصوفية، خلاصة منهجهم هو منهج الحلاج. ذكر سيرة وتاريخ وحقيقة منهج الحلاج، هو كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وده أكثر من 40 مجلد، أكثر من 40 مجلد. إن دار تقرأ الفهرس بتاعه ساي يمكن ما تقدر، خليه تقرأه ذاته عشان ما يجي يكضب يقولوا ده كلام جبنا من راسنا. طيب، كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر سيرة الحلاج في 6 مواضع، كل موضع في صفحات متعددة. الموضع الأول الصفحة رقم 8، والكتاب ده جاي بتاريخ الوفيات، يعني مفهرس بتاريخ الوفيات، لأن الحلاج أصلا توفي سنة 309 للهجرة، وقديم الحلاج. طيب، قال الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام تحت عنوان محنة الحلاج، اسمعوا، والحلاج ده زول مستهبل كبير جدا، كل الصوفية وشيوخ الطرق الليلة اللعبوا بالدين ده وساطوا. بالمناسبة الحلاج ده السينيور بتاعه، هتسمع قصص غريبة أغرب من الخيال. يهو سوى شيوخ الصوفية الليلة أصلا، جابوه من وين؟ جابوه من الحلاج، يعني ما بزول مش فكر ولا بحث ولا كده، كل الإجرام جاء من كتب الحلاج. وزي ما الجماعة خرجوا على الحاكم، يعني ما بنخرج على الحاكم، لأن يعني عندنا خروج على الصوفية الأيام دي. طيب، قال بيتكلم عن الحلاج، قال وظهر عنه بالأحواز، قال وفيها سنة 309، انتبه انتبه معي عشان الزمن ضيق جدا. سنة 309 قال فيها أدخل الحسين بن منصور الحلاج مشهورا على جمل إلى بغداد، وكان قد قبض عليه بالسوس وحمل إلى علي بن أحمد الراسبي فأقدمه إلى الحضرة فصلب حيا. في سنة 309 دي الحلاج قطعوا له دينه ورجلينه وصلبوا حي وحرقوا بالنار وقطعوا راسه علقوا في مدخل بغداد. حنشوف سوى شنو استحق الكلام ده. قال الذهبي فصلب حيا ونودي عليه هذا أحد دعاة القرامطة فعرفوه، ثم حبس في دار السلطان، يعني بعد ما حبسوه عملوا الحاجة دي. قال الذهبي رحمه الله، والصوفية بيستدلوا بالذهبي، صح ولا ما صح؟ ده الذهبي ذاته. قال وظهر عنه بالأحواز وببغداد أنه ادعى الإلهية، قال أنا الله، ده الحلاج، وأنه يقول بحلول اللاهوت في الأشراف، يعني حلول اللاهوت في الناسوت، يعني قالوا ربنا سبحانه وتعالى حل في الناس، لكن الحلاج عنده نظرية ثانية، قال في أشراف الناس، في أشراف شنو؟ الناس. طيب، وأن مكاتباته تنبئ بذلك، يعني عنده كتابات كتبها دلت على الكلام ده. وقيل إن الوزير علي بن عيسى أحضره وناظره فلم يجد عنده شيئا من القرآن ولا الحديث ولا الفقه، لا عنده قرآن ولا حديث ولا فقه، فقال له تعلمك الوضوء والفرائض أولى بك من رسائل لا تدري ما فيها. وكانوا قد وجدوا في منزله رقاعا فيها رموز، لقوا رقاع كده يعني زي كان بيكتب فيه زمان، فيها رموز. ثم تدعي ويلك، ده الوزير بخاطبه، ده ما عارف، قال له لا وضو لا صلاة لا غيره، واسي صوفية مجننين علموا الناس الوضو، انتوا أكبر شيخ عندكم في التاريخ ما بيعرف لا وضو لا صلاة لا أي حاجة الحلاج، ده الذهبي قال كده. طيب، قال ويلك، ثم تدعي ويلك الإلهية، طلب تعرف صلاة لا وضو لا فقه، تقول أنا الله، وتكتب إلى تلاميذك من النور الشعشعاني ما أحوجك إلى الأدب. وحبس فاستمال بعض أهل الدار بإظهار السنة، لأن الحلاج كان منافق،
حيجينا الكلام. قال إذا جلس مع ناس أهل سنة بيعمل فيها سنة. أخو مسلم كبير. إذا جلس مع صوفي مع صوفية بيعمل فيها صوفي. إذا جلس مع شيعة بيعمل فيها أكبر شيعة. حيجيك كلام كثير جدا يعضد هذا الكلام. قال وتكتب إلى تلاميذك، الوزير بيوبخ فيه وبينهر فيه، من النور الشعشعاني زي حقة الركين، ما أحوجك إلى الأدب، وحبس فاستمال بعض أهل الدار بإظهار السنة فصاروا يتبركون به ويسألونه الدعاء، وستأتي أخباره فيما بعد.